بإذن الله تعالى زي النهاردة وزي كل نهاردة في فرحة للأهلي وفي انتصار للأهلي وفي تفوق دائم للأهلي في 1 ديسمبر 1961. في 61 الأهلي فاز على الزمالك 3-0 في الدوري، سجلهم صالح سليم وطه إسماعيل ومحمود الجوهري. وزي النهاردة ولكن في 3 ديسمبر 1993 الأهلي بيفوز على أفريكا سبورت الإيفواري 1-0 في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ويفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه. وقتها سجل الهدف عادل عبد الرحمن، نفكر حضراتكم بيه. وتتفتت وماشي وماشي وبالعرض على الجريح وتتفتت وتاني قدام وتاني في ضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء بينالتي بيكلموه رايح لعادل عبد الرحمن وجول 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 يا يا عادل عبد الرحمن يجيب اول جول للنادي الاهلي النهارده واول اهداف المباراه. وقلت لحضراتكم ان كل دقيقه بتمر من المباراه والاهلي متعادل فهي في صالح النادي الاهلي. ده فوز الأهلي على أفريكا سبورت زي ما شفتوا بهدف عادل عبد الرحمن